من هم الأكراد؟ الكل بيتكلم عن كردستان، عن الاستفتاء، عن الأكراد عموما، موقف إيران، موقف تركيا، موقف الجامعة العربية، موقف أمريكا وروسيا، موقف إسرائيل، لكن السؤال من هم الأكراد؟ السؤال ده طرح في كل وسائل الإعلام واتعملت تقارير عن التعريف بالأكراد في المنطقة. الأكراد 30 مليون كردي، أغلبهم في تركيا ثم إيران ثم العراق ثم سوريا، لكن في ناس موجودين أيضا في ناغورنا كاراباخ اللي هي بين أذربيجان وأرمينيا، وفي ناس موجودين في أوروبا لا سيما في ألمانيا. يبقى إذن الأكراد اللي هم من أصول هندية فارسية إيران، من أصول أيضا أوروبية، في جدل حول الأصول، إنما الأكراد عموما حوالي 30 مليون، تركيا حوالي 10 مليون. احنا كل شيء ممكن نقول أرقام مختلفة نتيجة مصادر علمية مختلفة، إنما أصبح من المرجح على نحو عام إن 10 مليون كردي في تركيا، وسبعة ونص مليون كردي في إيران، وستة ونص مليون كردي في العراق، واثنين ونص مليون كردي في سوريا، وحوالي 200,000 كردي في كاراباخ، وحوالي 800,000 كردي في ألمانيا. هذا الرقم خلى ناس كتيرة جدا تتابع الشأن الكردي حول العالم. على الخريطة حضراتكم، أو مش الخريطة، إنما رسم يوضح لنا انتشار الأكراد في المنطقة وفي العالم. لو قلنا تركيا هنا شمالا اهي، وإيران، وادي العراق، وادي سوريا مثلا، فبنتكلم هنا على 10 مليون. هنا تركيا وهنا إيران، إيران كام بقى؟ 7.5 مليون. يبقى هنا 10 مليون كردي، هنا 7.5 مليون كردي، هنا 6.5 في العراق، هنا العراق 6.5، هنا سوريا 2.5. يبقى هنا 10 مليون، هنا 7.5 مليون، هنا 6.5 مليون في العراق، وهنا في سوريا 2.5 مليون. لو عملنا رسم آخر وصغرنا شوية هذا الرسم وقلنا آدي إيران، آدي تركيا، وآدي العراق، وآدي إيران، وآدي سوريا، احنا قلنا ايه؟ 10، وقلنا 7.5، وقلنا 6.5، وقلنا 2.5. دول الأكراد اللي موجودين في الأربع دول دول: سوريا، تركيا، تركيا، وهنا سوريا، وهنا العراق، وهنا إيران. لو مشيت بقى هنا هتلاقي شوية أكراد برضو موجودين، إنما أكتر حاجة بين أرمينيا وأذربيجان 200,000، 200,000 كردي في منطقة ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وبين أرمينيا. لو مشيت غربا لغاية أوروبا، هنفترض إحنا وصلنا هنا على أوروبا ألمانيا، يبقى هنا في ألمانيا كام؟ 800,000، يعني حوالي 1 مليون كردي في ألمانيا، حوالي 250,000 بين أرمينيا وأذربيجان. اللي موجودين دول 10 مليون تركيا، 7.5 مليون إيران، 6.5 مليون العراق، 2.5 مليون في سوريا. نيجي بقى هنا على أكراد مرة أخرى، آدي تركيا، وآدي العراق، وآدي إيران، وآدي سوريا. هنا 10 مليون في حزب اسمه PKK. حزب PKK ده بيصنف منظمة إرهابية، حزب يساري متطرف وانفصالي، وعمل أعمال كتيرة جدا في تركيا، مصنف كجماعة إرهابية، إنما بيسعى إلى انفصال المنطقة دي من تركيا، تقسيم تركيا، وإن المنطقة دي تبقى دولة كردية. هنا بقى الأكراد في شمال العراق دلوقتي عايزين يعملوا استفتاء في هذا المكان اللي هو أكراد العراق. هنا بقى أكراد إيران، إيران بقى كانت بتدعم أكراد العراق. هنا إيران كانت بتدعم مين؟ أكراد العراق أيام صدام حسين، طول الوقت بيدعموهم، لكن دلوقتي بقوا ضدهم
علشان دول لو عملوا دولة كردستان هنا، لو طلعت كردستان واستقلت، يبقى في هذه الحالة هياخدوا الجزء ده وهياخدوا الجزء ده. شوف هتبقى ماشية الحكاية ازاي بالطريقة دي، فياخد الحتة دي من إيران، وياخد الحتة دي من تركيا، وياخد الحتة دي من سوريا. هنا يبقى عندك 10، 7.5، 6.5، 2.5، ده ما يسمى بحلم كردستان الكبرى. فيما يخص هنا الاستفتاء، مسعود برزاني رئيس الإقليم مصر على الاستفتاء وإن هو يستقل. الجامعة العربية ضعيفة في الموقف، وإيران وكذلك تركيا هما الاثنين برضه ردهم هنا مش الرد الكافي اللي كان متوقع على انفصال هذا الإقليم أو تأسيس دولة كردستان. يبقى إذن لما نقول سؤال من هم الأكراد، بنقول إن هم قومية موجودين في هذه المنطقة منذ فترة طويلة جدا، الأصول التاريخية والجغرافية فيها جدل، إنما أغلبهم موجودين في تركيا ثم في إيران ثم في العراق ثم في سوريا. البعض بيطمح إلى تأسيس دولة كردية كبرى أو كردستان الكبرى.